نحضر اليوم العملية التاريخية رجوع النفايات إلى مصدرها، ونشكر كل الأطراف اللي مكنوا هذا الرجوع، من بينهم المواطنين، من بينهم المجتمع المدني، من بينهم المؤسسات العامة والخاصة، وأيضا الوالية والوزراء الكل وسيد الرئيس، وبالأخص اللي موجودين الكل ورايا، وحتى اللي مش موجودين اللي ساهموا واللي نقدوا واللي عاونوا الكلهم مشكورين. وهذا إن شاء الله ما عادش يتعاود، وأخر عملية معناتها تصير كما هكا، ويظهر لي عملية تاريخية، على خاطر ما شفتش حتى في العالم نفايات معناتها تمشي لبلاد اللي ما حقهاش تمشي لها وترجع. هذه عملية تاريخية، ومنذ معناتها أعوام من لا كونفنسيون دو بال لو روتور ما سمعتش بيه. أنا ممكن صار ما سمعتش بيه، بالرغم اللي نخدم في الميدان عندي مدة.